اوكي فاين. اليوم راح نحاول تسميليت هاي الصورة الموجودة قدامنا هلا، اللي هي عبارة عن ستاندرد بريمتيفز مع اكستندد بريمتيفز اللي اخذناهم في المحاضرات اللي قبل. يعني اليوم راح نحاول نعمل سيميوليشن لهذا المطبخ، الجدران، الكيرتن وولز، اللايت يونتس، الخزانة، الكتب اللي جوا، ايدين الخزانات مع الحلول الموجودة بينهم. طبعا ما راح اتطرق انه كيف نعمل الديكوريشن اكسسوارز الموجودة بهذا الكيتشن، سواء ابريق، سواء حنفية، صحون، اي شيء موجود على هاي الطاولة ما راح نحاول نعمله، بس راح نحاول نعمل الجينيريك سين الموجود قدامنا. فاين، نعمل هاي بهذا الشكل، نخليها قدامنا واحنا عم نشتغل، وناخذ ال 3 دي اس ماكس نعمله بهذا الشكل وناخذه لهم. هلا عشان ارجع الفيو بورد كامل بدل ما هو 4 فيو بورد او 4 كوادرنتس، راح اكبس الت زائد دبليو. عرفنا انه في عندنا الكوماند بانل كرييت، وفي عندي ستاندرد بريمتيفز راح تعطيني هدول الاشكال، وفي عندي اكستندد بريمتيفز راح تعطيني الاشكال الثانيه اللي حكينا هي عباره عن اوبجكتس نعمل عليها موديفيكيشن. هاي الموديفيكيشن للستاندرد بريمتيفز راح تنتج عنا الاكستندد بريمتيفز. اللي هحتاجه من هدول الاوبجكتس راح استخدمه، مو شرط استخدم كل شيء. طيب اول شيء خلينا نعمل الارضيه، نعمل الجدار، نعمل السقف والجدران اللي حوالي كلها، لانه ما راح اعمل بس الجدار المقابل لإلي، عامل واحد اثنين والاثنين التانيين اللي بيكملوا لي الغرفه اللي هي عباره عن المطبخ. معناته هلا انا ممكن اروح على التوب فيو، بالتوب فيو حرف التي طبعا هيروح اوتوماتيك لحرف التوب فيو، ناخذ بوكس، برسم اي بوكس في الفيو بورد. ما انه بين معي بس خطوط، معناته الفيو عندي واير فريم. اما بكبس من هون وبختار اني انا اخذ الديفولت شيدنج، او بكبس F3. هلا بروح على الموديفاي، من موديفاي راح اتحكم في البارامترز للبوكس الموجود عندي. خلينا نعتبر انه هذا المطبخ مثلا نحكي 8 متر ب 5 متر على سبيل المثال، واذا احتجت اغيرهم راح اغيرهم. الهايت تبع السلابي راح اعمله ماينس بوينت 3، خليني احاول اخذه للسنتر بوينت، اعمل حرف الزي اللي هي زوم اكستنس واخذه لهون. اذا كنت بدي اياه بالضبط يجي على هاي الزاويه، من السناب رايت كليك بحكي له اعمل سناب على جريد بوينتس، بسكر طبعا مع الفيرتسيز، بعدين بفعل السناب وباخذ الموف اللي هي اختصارها اصلا دبليو، باخذه من هاي البوينت وبسحبه لعند الجريد بوينت. نلغي تفعيل السناب، نعمل 3D. انا واضح اني ما غيرت الهايت، فراح اعمله ماينس بوينت 3 بهذا الشكل. هلا لو اخذنا بيرسبكتيف اللي حرف البي زوم اكستنس، هاد المطبخ تبعي. هلا ممكن تكون نسبته غلط وانا عم بشتغل، اذا احتجت ان انا اكبر او اصغر الابعاد بقدر ارجع اكبرها او اصغرها. ناخذ بوكس تاني، هذا البوكس الثاني، او ما بلاش ناخذ بوكس، خلينا ناخذ ريكتانجل. ليش ريكتانجل؟ لان بدي اعمل هاي الواجهه، مضطر انا اعمل الفتحه الموجوده هون، ولسه ما تعلمنا بال 3D اذا كان بوكس كيف افتح فيه. بس بنعرف احنا ايام ما كنا نشتغل 2D، معناته انا اذا رسمت ريكتانجل كبير وجواته ريكتانجل صغير عملت لهم اتاتش مع بعض وعملت اكسترود بالاليفيشن، راح يعطيني الجدار مع الفتحة الموجودة فيه. فلو رحت أنا فرونت فيو، أو مش فرونت، نكبس على الرايت فيو، في من فيو هيفتح لي الفيو بورتس، وباخذ الرايت لأنه الرايت ما إلها اختصار مباشر. زوم على هذا الأوبجكت، بنروح على 2D، ناخذ ريكتانجل، ناخده مع سناب مثلا من هون لأي مكان، لسه أنا ما وصلت للمكان اللي بدي إياه. هلا بروح مباشر على الموديفاي، ناخذ من الموديفاي حرف الاي وباخذ edit sp line. من edit sp line انا بدي احرك هاي السيجمنت لحتى توصل للطرف الموجود هون. ناخذ سيجمنت او رقم 2، بعمل عليها selection مع السناب مفعله، بحكي لها تيجي لهذا المكان. انا رسمت هذا الريكتانجل، بس هذا الريكتانجل بدي اياه على الحد البعيد مو على هذا الحد. باخذ move مع الاكس اكسس، الاكسس كونسترينتس مفعله والسناب برضه مفعله، move من هاي البوينت لهاي البوينت. هلا ناخذ ريكتانجل تاني. ممكن كيف اخذ ريكتانجل تاني؟ اما اني انا ارسمه، او علشان يكون على نفس المكان ممكن اخذ سكيل لحرف الار شيفت واصغر هذا الريكتانجل بهاي الصوره اللي هي عمليه الكلون. بحكي له ما بدي اياه انستنس، انا بدي اياه كوبي عشان اقدر اعمل اتاتش بينهم الاثنين مع بعض ويصيروا عباره عن ريكتانجل واحد. فاين، بعد ما عملت هاي العمليه نعمل اوكي، برضه معمول عليه edit sp line. هلا بقدر انا احدد الابعاد اللي هون اللي هون اللي تحت واللي على الطرف الثاني، اقدرها تقدير.
فلو أخذت رقم 2 أخذنا هذا اللاين مع السناب، جبته بالضبط على الخط اللي هون، وحكيت له على الواي اكسس أول شيء بدي إياها absolute value، بعدين بحكي له من هون أو سوري offset value، بعدين بحكي له من هون أعطيني مثلا 0.3 يتحرك، فبيعطيني هذا الرقم. خليني أحركها كمان 0.3، أخليها 0.6 التوتال. فاين. بعدين باجي من هون برجع بالضبط هون، بحكي له أعطيني كمان minus 0.6 على الحفة الثانية على سبيل المثال. ناخد التوب، حركه بالضبط عند التوب، وبحكي له على الزي اكسس minus 0.1 على أساس إنها اللوفر أو الموليون تبعت هذا الويندو. بعدين باخد هذا اللاين ونزله تحت، جبته بالضبط على الزيرو، على الزي اكسس بحكي له 0.1. هلا بهاي الصورة أنا بقدر أمسك واحد من التو ريكتانجلز والإيديت اس بي لاين مفعلة، بنزل داونوردز لعند الاتاتش، بعدين بكبس على الريكتانجل الثاني، صاروا هلا عبارة عن ريكتانجل واحد بضم تو اس بي لاينز جوا بعض. إذا رحت على اس بي لاين، هاد رقم واحد، خليني ألغي الاتاتش، هاد رقم واحد وهذا رقم اثنين. هلا بما انهم اس بي لاين واحد، وما انهم جوا بعض، ما انهم على نفس الليفل، وما انهم مش متقاطعين مع بعض، انهم الاثنين كلوزد ريجن، كل هاي الشروط. هلا اذا انا بعمل اكسترود هيعطيني ability انه يصير بهذا الشكل، يعتبر هاد سوليد، يعتبر هاد الموجود هون هو عباره عن اوبننج. الاكسترودجن بحكي له يعطيني اياها 0.2 مثلا سماكة الجدار. فاين. بيرسبكتيف مره ثانيه حرف البي. هلا بدي اعمل ظرفه 2 3 4 واتسو ايفر العدد. هلا عشان اقدر اعملها بالضبط باخذ هاي المسافه كم، لما اعرف كم طول هاي المسافه بقسمها مثلا على 4 بانلز، باخذ المسافه بالضبط كلهم بيكونوا بنفس السايز. مثلا لو اخذت بوكس على سبيل المثال بشكل سريع بدون ما اقيس المسافه، عملته على كامل هذه الفتحه سمبلي راح يحكي لي هذا اللينك 6.1. طيب 6.1 خلينا نقسمها على 6 بانلز مثلا، تطلع معاي كل بانل منهم عبارة عن متر واحد صح؟ وخلي ال 0.5 تضيع بينهم عبارة عن فريمز، معناته أنا بقدر أجي للبوكس هاد أحكي له أعطيني إياها عبارة عن متر، يصير بهذا الشكل. سماكته ما بدي إياها 0.2، عبارة عن جلاس، فهي 0.012 مثلا اللي هو السماكة تبعت الجلاس، صار موجود عندي هاد الجلاس وول. طيب هلا بدنا نعمل له فريم اللي هو الابيض. طيب ليه ما اعمل رايت كليك واعمل ايزوليت، يصير لحاله في الفيو بورد. هلا بقدر اشتغل براحتي. اذا بنتذكر اذا اخذت ريكتانجل حكيت له اوتو جريد، بصير بدل ما يرسم على الارض بيرسم على الفيس اللي انا بحط عليه الكيرسر، وبصير الزي عمودي عليه. فلو فعلنا السناب، فعلنا الاوتو جريد، اخذنا اوردر ريكتانجل ورسمنا من هاي الزاويه لهاي الزاوية، بنلاحظ انه رسم على حدودها بالضبط وموازي لإلها، والزي عمودي عليه. طيب لو رحت انا على الموديفاي، اخذت اس بي اديت اس بي لاين، بعدين اخذت رقم 3 ونزلت داونوردز، في عندي اوردر اذا بنتذكره اسمه اوت لاين 0.05، عشان 0.5 على الجهتين بيعطيني 10 سنتي، دخل لجوا لانه الاوبجكت او اللاين كلوزد، معناته باخذ ماينس 0.05 بهاي الصورة. هلا مباشرة بعمل له اكسترود، هذا الاكستروجن يمكن بدي اياه 0.1 مش 0.2 سماكة هذا اللوح. توب فيو، اذا بعمل F3 ببين معي الخطوط صح. W بشيل السناب حرف الاس وبحرك لحتى يصير تقريبا سنترلايزد. 3D بلغي الاكستروجن خلاص، باخذ F3 يصير عندي بهذا الشكل. هلا بما انه هذا راح يصير عندي عبارة عن يونت انا بدي اتحرك فيها كاملة، هدول الاثنين مع بعض تو اوبجكتس، اليوم بدنا نعملهم ايش؟ نعملهم جروب. نعمل كليك على هذا الجروب، في اوبشن عندي جروب هون، هذا بينشئ لي جروب داخل هاي الجروب عبارة عن التو اوبجكتس. هاي الجروب انا بقدر اخذها اتحرك فيها زي ما بدي، اكبرها اصغرها، افتحها اعدل على اللي جواها، الغي وجودها او ارجع اسكرها. فهلا لو سميت هاي مثلا جلاس بانل وعملنا اوكي، هذه صارت يونت واحده. وانس اني اعمل سيلكت عباره عن جلاس بانل بطلت تو اوبجكتس. اذا بفتحها اوبن صار البوردر لونه بينك، معناته انا فاتح الجروب بقدر اشتغل على بوكس او 2، بقدر اشتغل على ريكتانجل او 2، بقدر وانا ماسك واحد منهم جروب اعمل كلوز. فاين. بكفي هدول الاوردرز من الجروب اليوم.
بعمل كليك هون بلغي الايزوليشن او رايت كليك واند ايزوليت. هلا توب فيو زوم اف 3، توب فيو حرف التي، زوم حرف الزي، وال اف 3 للواير فريم. سمبلي انا بدي هاي البوينت تيجي بهذا المكان. خليني اخد سناب، اخد موف من هاي البوينت تحديدا، بدي افعل على الواي اكسس لحاله من هاي البوينت، بسحبها حتى توصل لمستوى هاي البوينت. انا اتحرك بس على الواي، لا ارتفع على الزي تو ماتش البوينتس، ولا مشى على الاكس، بس راح على الواي لاني انا بالاكسس كونسترينتس مفعل التول ومفعل انه بس يتحرك على الواي. بهذه الصورة اف 3 مرة تانية بحكي له موف مع شيفت من هاي البوينت. هلا كل ما اجي بدي امسك من هاي البوينت الريفرنس تبعي عم بمسك لي البوكس الثاني، which is غلط. انا بدي اكبس سبيس او لوك من هذا المكان الموجود عندي باسفل الشاشه، بتفعل اللوك. هلا وين ما اكبس راح يضل ماسك لي نفس البوكس. ممكن انا احكي له شيفت وموف على الواي اكسس من هون لهون واعطيني 5، بس هاي الخمسه اعطيني اياها انستنس واعطيني اوكي. هيك بسكر لي اياه بالضبط زي ما حسبناه. فاين. بيرسبكتيف حرف ال P. هلا بدي الجدار الخلفي، ممكن اخده بوكس عادي جدا، بشيل الاوتو جريد باخدها من هاي البوينت لهاي البوينت، وبما اني اخدتها بالضبط على موازاه هالبوينت، اذا بروح على الموديفاي راح الاقي انه الثيكنس اللي هو عباره عن اللينث في هاي الحاله هو 0.2 علشان السماكه، ممكن 0.1 اذا كان جدار داخلي، او 0.15. بلف من الجهه الخلفيه للبوكس، موف باخده من هاي البوينت، سوري، من هاي البوينت لهاي البوينت. هيك انا عملت الجدار الخلفي. بدنا نعمل الجدار الموجود هون، بس خليني اجله شوي. بدنا ناخذ من هاي البوينت هاي لوك، ناخذ من هاي البوينت اللي هون شيفت وموف لهون، وبحكي له برضو انستنس. اذا كانوا التو وولز هياخذوا نفس الماتيريال، هياخذوا نفس الموديفايرز وما حعدل عليهم، او ممكن اخذهم كوبي اذا حعدل عليهم، او ريفرنس اذا بنتذكر حكينا انها بتحدد لي مين اللي بدي اخليه يتعدل على الكل، ومين اللي خليه يتعدل بس على النسخة اللي أنا هلأ عامل عليها سيلكت. خليها انستنس لهاي المرة. هيك أنا عملت هاد البوكس. نعمل السيلينج بوكس تاني من هاي الزاوية لهاي الزاوية. بروح على الهايت بالموديفاي بحكي له اعطيني اياه مثلا 0.25 او 0.3 حسب كم الهايت تبع السيلينج. خلينا نعمل الجدار الاخير بالمرة، بوكس من هذه البوينت لهاي البوينت للتوب، بعدين بحكي له اعطيني الموديفاي 0.15 او 0.1 حسب اللي انا بدي اياه. زوم ان، هلا بدي اتحرك بس على الاكس اكسس، احكي له من هون اكس احرك لي اياها من هاي البوينت لهاي البوينت. هلا كل شيء تسكر وبطلت اقدر انا اشوف جوا هذا البوكس. عندي حل من تنين، اما زوم ان لحتى ادخل لجواته بس راح يغلبني بالشغل، او بحط كاميرا وبشتغل، بما انه لسه ما اشتغلنا على الكاميرا، فانا راح امسك هذا البوكس وامسك هذا البوكس، اعمل رايت كليك واعمل هايد لهذا السلكشن. هيك انا صار عندي ابيليتي اشتغل. خليني بالمره اعمل هايد للسيلينج، صار عندي المكان نظيف. طيب بدي اعمل انا هاي الخزانه، كيف ممكن اعملها؟ خزانه عباره عن بوكسز، سواء كانت رفوف، سواء كانت ابواب، سواء كانت ظرفات، خلينا نحكي او توب وبوتوم، فهي كلها عباره عن بوكسز. فلو جيت انا ببساطه اخذت بوكس من هاي الزاويه بهذه الصوره وعملت الهايت شو ما يجي، لهلا كل الابعاد كلها غلط ما عدا اللينث، ويمكن اللينث بدي اغيره خليه 4. طيب اللينث خلينا نحطها مثلا دبث تبع هاي الخزانه 0.7، وخلينا نعمل الهايت لهاي الخزانه مثلا 2 meters، او خلينا نحطها 3 meters. فاين. هلا توب فيو زوم موف لقدام. هلا انا راح ارجع هذا الهايت لبوينت 1 بس، لاني انا عم بعمل البيس الموجود هون، بعدين مع الرفوف ومع تكمله الخزانه راح تكمل عندي بالهايت اللي بدي اياه. طيب لو انا عملت توب فيو زوم اف 3 بعدين اخذت الموف، شلت الاكسس كونسترينتس، اخذنا الموف بالسناب حكينا له، او خليها الاكسس كونسترينتس بس خليها سوري من هون اكس اند واي عشان ما تطلع على الزي، بحطها على الزاويه بالضبط. فاين. لو عملنا هيك وهاي اف 3 صارت موجودة عندي، بس الفكرة انه اذا بتطلع على الصورة الموجودة هو في فراغ بين هذه الخزانة وبين الجدار المقابل،
فممكن انا على الاكس اكسس احكي له انه هذا الفراغ اللي انا بدي اياه 0.6 مثلا. طيب لو اخذنا بوكس، هلا البوكس هذا حاخذه من هون لهون، اطلع فيه بالهايت، ممكن احكي له اعطيني الهايت اللي انا بدي اياه 3، الثيكنس لهاد بوينت مو ميبي يكون 0.025 2 سنتي ونص، بعدين زوم ان موف سناب، بعدين باخذ لوك اللي هي على السبيس من هاي النقطة لهاي النقطة، بعدين شيفت وموف تو اكسس اكس اند واي شغالين، اخذتها للبارت الثاني. بعدين ممكن اخذ بوكس سمبلي من هاي البوينت لهاي البوينت الموجود عندي هون، ما عم يلقطها لانه الماوس عندي كبسة دبل كليك، راح اخذ هذا البوكس من هاي البوينت لهاي البوينت، بعدين الهايت بالموديفاي ممكن احكي له 0.05 حيعطيني هذا الشكل. طب هلا بدي احط الرفوف، او خلينا نحط ظهر الخزانه بالاول، بوكس وناخده من هاي النقطه لهاي النقطه الموجوده هون للتوب اللي هو هون، وبالموديفاي برضه راح احكي له الثيكنس مثلا 0.01 بهذا الصوره. خليني اخذ اجزاء هاي الخزانه كنترول سيلكشن واعمل الت زائد كيو يعطيني هذا الخزانه او هذا البودي بالفيو لحاله. طيب ممكن ناخذ بوكس للرفوف من هذه النقطه لهي النقطه، ولاحظ اني انا عم باخذ البوينتس الداخليه، وبعدين سماكه هذا الرف بروح على الموديفاي بحكي له اعطيني 0.01 0.02 حسب الابعاد اللي عندي، بس التكنس او العرض سوري ما بدي يوصل بالضبط للطرف، بدي احكي له هذا العرض اعطيني اياه من هون 0.6 نحكي 0.63 نترك 2 سنتي فاين. بعدين على الزي اكسس بدي احكي له يرتفع مثلا متر، بعدين باخد الاكسس كونسترينتس على الزي سوري سبيس عشان اعمل لوك، باخده من هذا البوينت لهاي البوينت، بدي اعتبر انها بالضبط رف 2 3 اللي هم رف 2 3، بس برضه في عندي رفوف ثانويه اللي هي اللي باللون البني اللي بشوفها بالصوره. معناته شو ممكن اعمل؟ ممكن اخذ هدول الاثنين كلون بنفس المكان اللي هي كنترول زائد في يس، بنحكي له ماينس 0.5 صح؟ تمام؟ اوكي هلا بنمسك هذا البوكس كنترول في برضه انستنس، احكي له يرتفع كمان متر على الموف على الزي، صار عندي بهذا الشكل. هلا شو بدي اعمل؟ بدي اعمل البواب تبعت هذه الخزانه. هلا 1 2 3 4 5 مش شرط اعملهم كلهم، بس انا ام تراينج سيميليت نفس النسب. لو انا مسكت هذا البوكس راح الاحظ انه العرض تبعه 4. طب لو اخذت انا الاربعه هذول على الكالكوليتر رحنا حكينا 4 تقسيم 5 راح يطلع معي 0.8 فاين. معناته انا لو رحت على الباك في بعدين كي باك فيو F4 عشان اشوف الخطوط اللي انا عم بشوفها هلا. طيب هلا لو اخذنا بوكس، هذا البوكس اخذناه باي دايمنشن، بعدين حكيت له موديفاي، هذا الموديفاي انا بدي الوت تبعي 0.8 حكينا بالضبط متر الارتفاع، بعدين طبعا هذا اللي راح احطها بالنسبه للارتفاع لاني عم برسم على اليفيشن، والهايت اللي هو راح يعتبر السماكه حاليا 0.02 على سبيل المثال فاين. بس برضو بدي احط بحسابي انه هاد راح يكون بس الجلاس، انا بدي اخذ 5 سنتي على الداير للفريم الابيض، معناته هاي بدها تصير 0.9 هاي بدها تصير 0.7 صح. ناخذ ريكتانجل نفعل اوتو جريد، ناخذها من هاي البوينت لهاي البوينت مباشره، بنروح على ايديت اس بي لاين، بايديت اس بي لاين راح اخذ رقم 3 ونعطيه ماينس 0.05 عشان الاوفست تصير للخارج ماينس 0.05. بعدين نحكي له اكسترود، وهذا الاكستروجن انا بدي اخده 0.05 على سبيل المثال، او بلاش 0.05 ناخده 0.03، ناخذ توب فيو زوم F3، بعدين راح اشيل السناب واحكي له يتحرك بهذا الاتجاه عشان يصير الجلاس بوكس بالضبط جواته F3. هلا هاد برضه في عليه ايد من هذا المكان شبه هاي الايد، وبدي اعتبرها عبارة عن ربع سلندر فاين، ربع سلندر. كيف بدي اعمل الربع سلندر؟ بنروح على كرييت، من كرييت راح ناخد جيومتري وبناخد اي سلندر عادية
نرسمها بالفيوبورت زي ما تعلمنا. اذا بروح على الموديفاي خليها بنفس الراديوس حاليا، بدي انزل شوي داونوردز، نعرف في عندنا اوبشن اسمه سلايس صح. اذا بعمل سلايس عم ببني لي اياها، فانا شو ممكن اعمل؟ احكي له اعطيني مثلا نحكي 90 اللي هي ربع المسافة، بهذا الشكل بيعطيني ربع السلندر. هايت سيجمنتس ما بحتاج، فأنا ممكن أسويهم واحد، رايت كليك على هذا السهم بتصير واحد. الهايت بالكتير هو 0.1، والراديوس خلينا نحطه 0.02، هيعطيني الإيد اللي احنا شايفينها بهذا المكان. خليه 0.03 عشان تصير أكبر شوي، وهذا خليه 0.15. بعدين روتيت على حرف الإي على الواي أكسس بالضبط، راح ألفها 90 درجة بهاي الصورة. بعدين بديها على الاكس اكسس تلف كمان 90، فبتصير بالشكل الصحيح. توب فيو زوم. هلا بدي اسحبها موف لهذا المكان، زوم ان، بدي هذه البوينت تصير بموازاة هاي البوينت بالضبط. على الواي اكسس كونسترينتس سناب موف من هون لهون. هلا بدي اياها تقريبا تصير بالسنتر، هحركها بالعين مش كتير حتفرق معي، بهذا الشكل فرونت فيو او سوري باك فيو في كي. بعمل زوم على هاي البوينت، برفعها اب لعند هاي النقطة. بهذا الشكل انا عملت البوكس اللي انا بدي اياه، سلكت عليهم كلهم، سيمبلي بعملهم جروب واحد، بسميهم مثلا كبرد دور فاين بهذه الصورة. بعمل موف، ناخذ البوينت الموجود عندي هون لوك اللي هي السبيس مع السناب من هذه النقطة لهاي النقطة. بس الاكس مفعلة فما تحرك الا على الاكس، اكس اند واي يا تيجي بهذا المكان. هلا سيمبلي راح برضو اسحبها بهذا الاتجاه لهون، اتأكد انه النقاط تبعتي عم تيجي 100%. اف 3 تصير بهذا الشكل. طيب سبيس مرة تانية عشان اعمل لوك، او سوري سبيس مرة تانية عشان اعمل لوك من هذه البوينت موف لهاي البوينت، بحكي له اعطيني 4 5 حسب احنا ما حسبنا، نتأكد انهم مش صح الموف. اندو التو كيو للايزوليشن، دبليو لوك مرة تانية من هاي البوينت شيفت وموف لهاي البوينت تحديدا، اعطيني 4. صار مجموع عندي كم؟ 5، والأبعاد صحيحة والألاينمنت صحيحة. 1 2 3 4 5. نعمل end isolation بالضبط، لازم أخذهم مرة تانية. V and K للباك فيو. طيب F4 للإجت فيسز عشان أشوف الرفوف. هلا بلاحظ إنه شوي طالع أوف لبرا من هون، مع إنها من هون جاي بالضبط، بكون أنا ناسي أحسب سماكة الرفوف. فسمبلي خليني احل الموضوع بسلاسة، اخذ هذا البوكس شوي لليسار، شلنا السناب، خليني الونه بلون بني عشان نفهم شو اللي انا عم بحكي عنه. سوري هذا البوكس نلونه بلون بني، هذا البوكس داخل لجوا شوي في الرف. فسمبلي عشان احل المشكلة ببساطة باخده من هاي البوينت مع السناب على الاكس، ناخده لهاي الزاوية فاين. طبعا لازم اكبر البوكس اللي تحته، بنرجع له بعدين. 1 2 3 4 5 في كي زوم، ناخده مع السناب ومع اللوك، بس هون راح احكي له على الواي موف من هاي البوينت سوري مع شيفت لهاي البوينت. بعدين بحكي له اعطيني 2 3 حسب العدد اللي انا بدي اياه، يمكن انا بدي اياه 2، بحكي له اوكي صارت عندي جاهزة. هلا بس لأغراض اني انا اقدر اشوف جوا، راح افتح الجروب، امسك هذا البوكس واعطيه ماتيريال تكون ترانسبيرنت بشكل خفيف. دقيقة لحتى استوعب اني فتحت الماتيريال لانه نت ريسبوندينج. طيب ناخذ مثلا جلاس نحكي له ابلاي، هياخذوا الماتيريال كلهم. طيب لو اخذنا مثلا الرف الداخلي اكثر من كليك عملت على حتى اقدر امسكه، نعطيه اي ماتيريال حاليا يعني ما بتفرق معي شو الماتيريال. ناخذ هذا نعطيه هاي الماتيريال برضه، واللي تحت نعطيه
وهذا الأوبجكت اللي على السايد برضو نعطيه نفس الماتيريال. فاين، الأغراض إني أقدر أميز بينهم، حاعطي هاد لون أبيض، حاعطي هاد أي سلوت لون أسود، خلينا تسميليت الإشي الموجود، ناخد هاي وحاعمل أبلاي. فاين، صارت الخزانة موجودة معي. الأغراض إني أنا أعمل هلأ الجروب كلوز، نعمل الكتب الموجودة رايت كليك، هلأ بقدر أعمل سيلكت سيميلر، مسكتهم كلهم جروب كلوز رايت كليك هايد سيلكشن، بدي احط الكتب. طبعا هم عباره عن بوكسز حاليا راندوملي، لانه انا ما بيفرق معي هلا كم حجم الكتاب وكم ارتفاعه وكم ثيكنس، مش كتير بيفرق معي. فبعمل اي بوكس، ناخذ اوتا جريد بهذا المكان، اي بوكس بهذا الشكل، خليني اعدل الابعاد واحطه بالضبط في مكانه. امسك 1 2 3 4 5 6 التو كيو، ناخذ هذا البوكس، خلينا ما نعمله بوكس، خلينا نعمله من extended primitives، ناخذ chamfer box بأي مكان أي height، ونغير شوي الشامفر ونروح على modify. من modify بقدر أحكي له أعطيني مثلا 0.5 الكتاب، وبقدر أحكي له أعطيني ال width 0.1 خليه ما عندي مشكلة، ال height 0.5 وهاي نخليها 0.3. طبعا نقدر تسميليت ابعاد الكتاب اذا كان A4 او A3 حسب انا شو بحتاج، بس لهي اللحظة انا ما بفرق كتير معي. فلت 0.07، وبقدر اني كمان بالفلت سيجمنتس ازيدهم لحتى يصير كير. طيب توب فيو زوم، بقدر انا اعمل منه كوبي بهذا المكان، احكي له هلا اعطيني اياها واحدة. هلا بما اني عملته انستنس غلطت وانا بدي اياه كوبي، لاني راح اعدل الهايت واعدل الثيكنس، بقدر امسك هذا البوكس لحتى اخليه ما له علاقه بالبوكس اللي قبله، بروح على الموديفاي وبحكي له رايت كليك وبحكي له ميك يونيك. بهاي الحاله صار بوكس بحد ذاته ما له علاقه باي كوبي او انستنس اللي عملت منه. اب بحكي له اعطيني اياه 0.3 خليه زي ما هو، 0.07 مثلا الثيكنس، وبحكي له الهايت اعمل لي اياه، طبعا الوقت ما عم بصغر معي عن هيك عشان الشامفرز، خلي ما عندي مشكلة، خليني اصغر الهايت شوي. فاين، هلا بقدر اني انا اصغره او اكبره يوزنج السكيل بهذا الشكل. دبليو زوم، دبليو موف لهون، ناخذ هدول الاثنين شفت موف مثلا، بعمل اوكي خليهم انستنس ما عندي مشكلة. بحرك هاد التولز بار باني اكبس على السكرول، كليك على الميدل ماوس بوتون وبحركه. ليش بقدر احركه؟ لانه انا مصغر السكرين تبع 3 دي اس ماكس، لو كانت فول السكرين فهو بيعطيني فول فيو، لو كانت مش فول السكرين فانا ما بقدر اني انا احرك او اني اقدر اشوف كل التولز، فبصير عندي ability اني انا احرك هاي التولز بار حسب انا شو بحتاج اشوف منها. فانا بقدر هلا اعمل لهم ميرور وبحكي له على الاكس اكسس فاعمل لي الميرور المطلوبه، ناخذ هدول بعدين مع بعض شفت موف بهذا الشكل، ابعده شوي انستنس ما عندي مشكلة، نعمل روتيت بس لحتى نخلق شوي روح مع الشت الموجودة، ونعمل موف بهذا الاتجاه، ما اخليهم يدخلوا ببعض، نزيحها شوي. هيك صارت عندي الكتب تقريبا جاهزة. فاين، نمسك هدول نعمل موف، تاب فيو زوم، نحركهم لحتى يدخلوا بالخزانة اللي انا عم بشتغل عليها. V and K، انا كبست حرف السي فحكى لي انه ما في كاميرز، بالغلط كبست حرف السي. V and K راح على الفيو المطلوب. هلا بلاحظ رفعته على الاخر صار الهايت كبير، باخذ R للسكيل بصغر شوي وبنزل فيهم داونوردز. سمبلي بقدر اعمل لهم كوبي لاي مكان، مثلا هون اوكي R، صغرهم شوي، صغرهم بهذا الشكل شوي، نصغرهم هيك. V and K again او V and L او حسب الفيو اللي انا بدي اياه، انا بدي الباك فهو V and K. W بهذه الصورة، ناخذ هدول بقدر اعملهم كلهم جروب واحد صح؟ صح؟ طيب نعمل هيك شوي لهون، ناخذ جروب نحكي له اعطيني اياهم جروب اوكي، نعمل هدول كمان جروب جروب، نعطيهم طبعا اسماء. موف بهذا المكان اوكي، نعمل ميرور
نعمل اوكي برضو شفت وموف ناخده لفوق مثلا، بس بدي اعمل زوم ان لحتى اتأكد انه يجي في المكان المطلوب. بعدين موف شفت وموف لهون مثلا، بقدر امسك كل الكتب هدول مع هدول، شفت وموف برضو لفوق بهاي الصورة. اوكي طبعا اذا كنت ناوي البس الكتب كل كتاب شكل، يعني كل مجموعة البسها ماتيريال شكل كفرز شكل، ما بصير اعملهم كلهم انستنسز، لازم اعملهم كوبيز. هذا بصفي حسب انا شو ناوي اكمل باخر الفيو. بهذا الشكل انا بكون حطيت الكتب في المكان المطلوب. يمكن اكون بدي مثلا كتب بالعرض، لو اخذنا هاي روتيت 90 درجة على الزي اكسس لاني انا في فيو عمودي، زوم او موف بهذه الصورة اب، ممكن افتح الجروب واصغر العدد الموجود فيها لانه مش معقول اوقف كتب بهذا الشكل. ممكن امحي هدول ديليت، امسك هدول جروب بهذه الصورة، موف لهذا المكان، زوم ان، وبحاول طبعا دائما اعمل فاريشن. طبعا اذا كانت الكتب محطوطة بالعرض ومصفطة فوق بعض ما راح الاقي بينهم هاي المسافات. انا ممكن افتح الجروب وبرضه نمسك هذا الكتاب لحاله، موف داون لحتى يمسك باللي تحته، موف داون. طبعا بقدر استخدم السنابس لحتى يكونوا بالضبط. ناو ايم تراينج سيميوليت تو منشن كل الاوبشنز، هاي جروب وهاي كلوز. فاين خلينا ناخذ كمان 2 أو 3 بالعرض مثلا، لو اخذناهم هون. اوكي كبر شوي. طبعا انا عم بلاحظ فرونت فيو زوم الكتب اللي هون شوي طايرين، همسكهم بهاي الصورة، نعمل موف موف داون لحتى يقعدوا بالمكان المطلوب العموديين. اوكي نمسك هاد موف شوي، هدول ننزلهم كمان شوي. اي ايرور موجودة بحاول اني انا اغطيها وما اخليها موجودة. فاين بهاي الصورة الكتب كلهم جهزوا. ممكن اعمل فرونت فيو مرة تانية حرف الاف، يعني سلكت بهذا الشكل، مسكت انا كل البوكسز كلهم بعملهم جروب بسميه سيت اوف بوكس. فاين نعمل اند ايزوليشن F3 بهذا الشكل، F3 مرة تانية دي سيلكت، خلي الرف الأخير فاضي ما حرجع أعبيه هلا ما عندي مشكلة. نعمل رايت كليك، نعمل انهايد، ممكن أعمل انهايد باي نيم إذا كنت بعرف شو الأسماء تبعتهم، حيعطيني سيلكشن بس أنا ناسي شو أسمائهم. بس هيهم كبر الدور من أول واحد لآخر واحد وبعمل انهايد، بيرجعوا مثل ما كانوا. فتقريبا الخزانة صارت معاي جاهزة بيرسبكتيف حرف البي. فاين شو بدنا نعمل هلا؟ بدنا نعمل الطاولة. هلا الطاولة سمبلي بقدر كم أبعادها، أنا ممكن أخذ أبعادها مثلا الباب يكون 80، هاي 10 سنتي هاي 10 سنتي، فممكن 1 2 3 4 ب80 كم بيطلع، وعشرة سنتي أو 20 سنتي 20 سنتي ممكن تطلع كلها 4 متر. فاين والعرض ممكن أخذه مثلا متر ونص، لقيت النسبة ما عجبتني ممكن إني أنا أرجع أعدل هاي الأرقام، يعني I will not stuck على هذا الرقم. ناخد بوكس او تشامفر بوكس حسب شو بحتاج، ناخد ما بحتاج للاوتو جريد، سيمبلي برسم اي بوكس، بروح على الموديفاي. حكينا بدنا نعمل اللينكث 4، حكينا بدنا نعمل الويدث 1.5، الهايت سيمبلي متر، يعني مش اكتر من متر حتكون، ممكن تكون اقل من متر. هلا راح احاول اركب البوكسز على هذا الفيس، بعدين طبعا هاي راح ترجع تصير قاعدة ما راح تضل بوكس كامل لانه ورا هدول البوكسز فاضي. باجي هون ناخذ بوكس مثل ما عملنا بالضبط الابواب تبعت الخزانة، راح نعمل الابواب تبعت الجرارات او الخزانات الموجودين بهذا المكان. فهو عبارة عن بوكس، خليني اعمل زوم ان شوي، بلاحظ انه في له حلول، فممكن اعمل البوكس الداخلي لحاله وبالضبط الخارجي زي ما عملنا الفريم الموجود هون، وممكن برضو اعمل ايد بنفس الطريقة. مع انهم كلهم بنفس الطريقة سيمبلي انا ممكن اخذ بوكس من هذا المكان اعمل كوبي، صح؟ اندو طبعا، ليش؟ لاني انا عملت شيفت وموف، عملت اوكي من غير ما اغير الانستنس، حاعملها كوبي لانه هاي راح تتلبس كلها عبارة عن وود مش جلاس. بعمل اوكي، خليني اعمل ايزوليت ال زائد كيو. شو اللي بدي اعمله؟ اول شيء بدي افتح الجروب اوبن، هاي الماتيريال هاي بدي اسويها اشي يكون لونه بني عشان نفهم شو اللي عم بصير. فاين هلا
هاد بدي انا اكبر شوي سماكة الفريم ويكون على جميع الجهات نفس الشيء، وبدي اصغر الهايت تبعه لانه هاي عبارة عن نص متر نص متر، بس هاي ارتفاعها كلها متر. فسمبلي بمسك هذا البوكس موديفاي، مين العالي فيهم مين الكبير اللي هو اللينك، هاي راح اسويها 0.4 موف، وبدي اخذها مع السناب اكسس كونسترينتس على حرف الزي سناب من هاي البوينت، هاي لوك على حال السبيس لهاي البوينت. طيب خلصنا البوكس لوك مرة تانية، عملت ان لوك، مسكت البوكس الثاني، برجع على اديت اس بي لاين فيرتكس، راح امسك هدول كلهم على الزي اكسس، بنلاحظ طلع لي كنترول بوينت صح؟ الفيو بورت ما عم بتحرك، انا عندي شبك. اوكي طيب هلا مسكت هدول، نرجع من عند البوكس، مسكت البوكس او الريكتانج اللي كنت عامل له اكسترود فيرتكس، رجعت على الفيرتكس، تركت الاكسترود ورجعنا للفيرتكس، لما عملت سيلكت عليهم اعطاني كنترول بوينتس، معناته هدول الفيرتسيز مش كورنر، راح اعمل رايت كليك واعملهم كورنر عشان ما يصيروا كيربز لما اتحرك. الزي شغالة، السناب شغالة، باخذ من هاي البوينت، مع انه صاروا كلهم لون اصفر معناته بطل ماخذ بس الزي، فعل الزي مرة تانية، باخذ زوم بلاش، ناخذ من هاي البوينت او على على الزي وبنزل لتحت، برجع بفعل الاكسترود، اعطاني البوكس اللي انا بدي اياه، نسكر هاي الجروب، نرجع نعمل end isolation. اول شي بدي اعمله rotate طبعا على ال z axis 90، لف بالاتجاه المعاكس، بحكي له اعطيني 180، ناخذ هاد وناخذ هاد، alt زائد q، نفتح شوي الصورة نتذكرها، فراغ اسود فراغ اسود، بعدين البوكسز ترتبت، خليني اروح right view v بعدين r، zoom in w، شيل السناب عشان اتحرك بحريتي، بمسك هاد الجروب بدي احطه بالضبط هون، بعدين احكي له مثلا على الاكس اكسس تحرك لي 10 سنتي، لان انا مش كتير حافظ الابعاد، او 15 سنتي، بعدين بنزل في داونوردز تقريبا لهون، على الواي اكسس هحكي له تحرك 0.1 فاين، دبليو مع السناب، الاكسس كونسترينتس مفعله، الواي مفعله، شيفت، وبحكي له موف من هون لهون، صار التنين موجودين. اندو مرة تانية، شيفت سوري لوك شيفت من هون لهون عشان احكي له اعطيني اياه انستنس، هاي اوكي. خلينا ننزلهم شوي لتحت او نصغرهم على الار، مش راح ارجع اعدل الابعاد، وهاي مو فاين، دبليو لوك على سبيس سناب على حرف الاس، او بعمل كليك على سناب، هالمرة انا بدي حرف الاكس هو اللي اتحرك عليه اللي هو الاكسس على الاكس، شيفت وموف من هاي البوينت لهاي البوينت، وبحكي له اعطيني العدد المطلوب 3، لانه اصلا انا بدي 4 ابواب. اوكي عملنا ال4 ابواب، هلا هذا البوكس بعمل له ديليت، ما بحتاجه هلا، نلف من وراهم هدول، ناخذ من هاي البوينت لهاي البوينت، بنزل شوي داون ووردز، بروح على الموديفاي، هلا راح احكي له عرض هذه الخزانه 1.5 على سبيل المثال، بعدين هاي القاعده راح انزل فيها ماينس 0.1، واللينث راح اعطيه زياده 0.1 من الجهتين، فراح يصير 3.4 صح. هلا بس عشان اضمن هاي البوينت تيجي مكانها الصحيح، بدي الغي ال 3.4 واخذ الموف من هاي البوينت لهاي البوينت فاين. طيب هلا بقدر اروح على اللينث 3.4 بهذا الشكل، بعدين 1 2 3 4 5 6 7 8، بعملهم جروب مع بعض صح، بحكي له اوكي. هلا بهذا المكان راح اقدر اعمل ميرور على الاكس اكسس، واحكي له اعطيني اياهم انستنس، ويرجع لي فيهم لورا ماينس بوينت 1 سوري ماينس 1.5 بهذا الشكل تمام. هلا بقدر اخذ بوكس بهذا المكان من هاي البوينت لهاي البوينت
up، وبعدها راح احكي له اعطيني اياه من هون point one، وبعدها راح احكي له هلا move من هاي النقطة لهاي النقطة، ما تحرك لانه الاكس هو المفعل، فعل واي ناخد من هاي البوينت لهاي البوينت. تمام، هلا واضح انه هذه البوينت لازم تتحرك، الجروب هاي كلها على الاكس اكسس من هذه البوينت برضو لهاي البوينت، سوري من هاي البوينت لهاي البوينت. هذا البوكس راح الغيه، ارجع ارسم واحد جديد لحتى ياخذ الابعاد الصحيحة من هاي البوينت الموجودة هون لعند الطرف الثاني للتوب. هلا باجي على هذا المكان، اذا باجي على الصورة راح الاقي انه في عندي بوكس وفي عندي جرارات، فانا شو بقدر اعمل؟ خليني اخذ من الجروب هاد نسخة من هدول الاوبجكتس، شيل السناب شفت موف، بدي اياها كوبي لاني هغير فيها، وبما انها جوا الجروب انا راح اغير الحركة، او سوري مش الحركة، اغير هذا البوكس واحكي له ديتاتش من الجروب لاني بدي اياه لحاله. برجع بمسك هذا الجروب وبحكي له كلوز، بمسك هذا البوكس روتيت، بفعل الانجلر سناب وبعمل روتيشن مضاعفات الخمسة لحتى اوصل للتسعين. هلا توب فيو زوم، بقدر احكي له موف يجي من هذا المكان لعند هذا المكان، سمبلي بقدر احكي له اعطيني موف سناب هاي البوينت، سوري لوك تيجي لهون. هلا انا بقدر اني انا احط البوكس اللي انا بدي اياه بهذا المكان بكل سلاسة من هاي البوينت لهاي البوينت واعطيه للتوب. هلا صارت البوكسز عندي موجودة، صفي بس اعمل الجرارات الثانية. هلا طبعا هون الايدين على التوب ما حتفرق كتير، بقدر اعمل لها موف فما حضيع عليها وقت، باخذ هذا البوكس للجرار من هذه البوينت لهاي البوينت، خليني احكي له الهايت تبعه 0.15. بعدين بقدر افتح هاي الجروب اوبن، ناخذ هذا الاوبجكت لوك من هون طبعا على الزي اكسس من هاي النقطة لهاي النقطة، وبحكي له اعطيني اياه انستنس لانه حيتلبس نفس الماتيريال، وبرضه هحكي له ديتاتش من الجروب لانه حيصير جروب مع البوكس اللي فوقه. سيلكت وكلوز لهذا الجروب، واحد اثنين عاملهم جروب واحد، احكي له اوكي، ممكن احكي له شيفت موف من هاي البوينت لهاي البوينت، واحكي له اعطيني اثنين، طبعا على حسب الابعاد اللي عندي. هذا الهايت لازم اكون انا حسبته، بس بما اني مش حاسبه مش كتير حيفرق معي، باخذ بوكس من هاي البوينت لهاي البوينت الموجودة هون وبحكي له اعطيني ارتفاعه مثلا 0.2 كتير 0.1 كتير 0.05 فاين. هلا بمسك واحد اثنين، او بلاش اثنين مع بعض، جروب اوبن هذا البوكس لحاله، اعطيه ماتيريال whatsoever شو ما كانت. هلا الباقي راح ياخد ماتيريال لون اسود، ناخذ هدول كلهم، ناخذ اي ماتيريال نعطيها لون اسود، نحكي له اوكي، نحكي له اسين فاين. بهذا الشكل انا عملت اللي بدي اياه، بمسك الكل جروب كلوز جروب، بحكي له مثلا تيبل هاي اوكي، او كيتشن تيبل او كيتشن ايلاند مثلا حسب انا شو بدي اسميه. هاي اوكي اند ايزوليشن، صار بوكس موجود. هلا انا صرت عامل تقريبا 80% من هاي الغرفة، صفي عندي اعمل هدول.